فريقين تشكيل مقلاتي وكذلك السويسري ميشيل دو كاستيل. هذه كره جزائريه، اوه برافو يا نادر، بدايه سريعه وداديه لكنها جاءت عكسيه جزائريه بهجمه سريعه من فابريس مع محسن ياجور. هي كره الجول، اوه يا وداد، حمراء وبيضاء، شكون هي؟ هي الوداد عينيه في كره جميله جدا، في هجمة عكسية سريعة، قادها محسن ياجور، فابريس انضم. نتحدث عن الهدافين، هنا الفرحة في المدرجات، هنا الشعب الحمراء والبيضاء في سعادة غامرة. هي البداية فقط، هي البداية ومازال الوداد الرياضي يعلن صراح مباريات الشامبيونز في دور المجموعات. هنا كرة جميلة جدا، الهدافون حاضرون كما حضروا في مباراة الأهلي في موقعة ملعب الكلية الحربية. نشاهدوا اللقطة من جديد، هنا المتابعة بلمحة الهداف، بلمحة الهداف فابريس أوندما فعلها في مباريات الإقصائية. هو يؤكد من جديد أمام المولودية، واحد لا شيء، واحد لا شيء للوداد الرياضي. الشعب الحمراء والبيضاء الان في سعاده غامره. واجدو صاحب الاختصاص، التمريرات الدقيقه، اجدو وسفيان عز الدين يقطع كره تبقى ودانيه. الموهبه القادمه من المغرب التطويني من المدينه الساحرة هناك بأقصى شمال المغرب، مدينة في الجهة اليسرى، مراد لمسان ابن الوداد يبحث عن المساندة. تابعوا اللقطة، مراد هنا واحدة من إبداعاته، واحدة من مهاراته، حتى الكرة ممتازة لفابريس. فابريس كنت قريبا من الثاني، أنت الهداف، هنا أمامك فرصة مواتية لتصنع الحدث من جديد. سجلت الأول، نحدو كان من زاوية صعبة، جرب حده، غريبة جدا، غريبة جدا، والحكم يعلن ضربة جزاء. هذه المرة الثالثة يا حكم، هذه المرة ضربة جزاء ولمس يقول ورقة حمراء. يا وداد، يا وداد الكبرياء، يا وداد الألقاب، تعود من جديد ومن بعيد، تعادل هناك بالقاهرة وهنا في طريقه للانتصار. هذا هو أجدو، يرفع كرة بشكل ممتاز، والمتابعة بلمسة يد، نعم بلمسة يد، الصورة واضحة، لا نقاش في ذلك، بل الملايين من عشاق الحمراء والبيضاء. الثاني، الثاني، الثاني أجدو، الثاني، الثاني، تسعد الملايين من عشاق الحمراء والبيضاء في الربوع المغربية. هنا الوينرز الحاضرين بالفراش، جمهور الفريميشا وكذلك أنصار لمكان بالمغرب، من طنجة العالية للكوير العزيزة، العشاق كثر، الحمراء والبيضاء تتسيد مشهد الجولة الثانية في الديربي المغاربي بين الوداد الرياضي والمولودية من الجزائر. إذا أحمد أجدو، الخبرة حاضرة، التركيز العالي ودون مشاكل. مدرب الرسمي هناك في الكواليس في مقر إقامة المولودية، حذار يا نادر، حذار يا نادر، راجا كذلك لعب الذي دخل في هذه الجولة الثانية، هذه تسديدة ونادر، برافو يا ريال على مستوى المحور، حتى الآن هو ناجح، ومع مرور المباريات ستزداد الثقة بالنسبة لهذا الثنائي. فابريس أوندما يسدد، القليلون هم اللاعبين الأفارقة الذين نجحوا في الدوري المغربي، يعني تحدثت عن الداهية والهداف. سعيد فتاح، سعيد فتاح، فيها ذكاء يا سعيد، فيها ذكاء يا سعيد، تمرير في العمق ناحية اللاعب فابريس أوندما، أوندما يختار التحول للجهة اليسرى مع اللاعب معاوي، معاوي، الكرة لفابريس، ممتازة، الثالث، الثالث، الكاو يا وداد، الكاو يا وداد، الثالث، انتهت الأمور، حسمت الأمور في أمسية سعيدة بنكهة حمراء وبيضاء وبفرحة الوينرز هنا بمدرجات مركب محمد الخامس. فيها ذكاء، فيها انسجام، فيها تناغم بين العناصر الودادية، توجت بهدف الثالث، ويا فرحتك يا ميشيل دو كاستيل بهذه الثلاثية أمام المولودية، ذكرتنا بطقوس وأجواء الديربي المغاربي بين الموروكو وألجيريا هناك بالمنازل المغرب.
برباعية كاملة. هل يتكرر السيناريو في هذا الديربي المغاربي؟ هنا أيوب، هنا الخالقي، ذكرنا بسيناريو القاهرة، ذكرنا بسيناريو مباراة سيمبا، يسجل الثالث بنفس الطريقة. نشاهدوا اللقطة، فابريز المجهود الكبير والمتابعة بهذه الطريقة من صاحب الخبرة الإفريقية مع الفوز مع الفتح الرباطي. النزعة الهجومية تظهر من أيوب الخالقي في وقت حاسم، حقك أن تفرح مع أنصار الوداد بهذه الطريقة. يتجه للوينرز لتكتمل الفرحة. زين العاطي يعطي الوداد، والماكينة الهجومية لا زالت متواصلة. أحمد أجدو يرفع الكرة، ممكن الرابع، الرابع ممكن، ضاعت. المدرب ميشيل دو كاستيل، أجدو دائما التمريرات الدقيقة حاضرة من صاحب الخبرة أحمد، يرفع الكرة بشكل ممتاز، معاول استقبال تردد بعض الشيء وترك المجال لسفيان عز الدين لصد كرة صعبة كان ممكن أن تكون كرة الرابع، كان ممكن أن تكون كرة الرابع في ديربي مغاربي. ذكرنا بأجواء مباراة المغرب والجزائر بالمدينة الحمراء. إذا اللعب متوقف ونحن نعيش من أجل الاستعداد في أحسن الظروف كما حصل في الأسابيع الماضية. حذر من التسديد، ترتد من الدفاع وانطلاقة سريعة، مشروع الرابع ممكن، مشروع الرابع ممكن. هذه كرة في الجهة اليمنى، من يتابعها، من يتابعها، ما يوصل للشباك، وهذه ممكن مع الرابع. لا يوصل، لم تكمل الكرة إلى الشباك، كان ممكن أن نشاهد الرابع في أول لمسة، في أول هجمة ليوسف القدوي. موى، راوغ، سدد، ويا سلام على صدة سفيان عز الدين. انقذ الموقف في فاصل المهاري وفي لقطة إبداع من لاعب مبدع فعلا هو يوسف القديوي، لكن فرحته لم تكتمل بهدف الرابع. اصطدم أمام سفيان عز الدين الذي يعاني الأمرين في هذه المواجهة أمام موج أحمر أبيض، أمام ضغط رهيب يفرضه الوداد في هذه اللحظات. محمد بن رابح يعود مباشرة لأيوب الخالقي، أيوب للوراء، مباشرة للجهة اليمنى، أين هو معاوي؟ وكذلك فابريس، انطلاقة ودادية بفاصل مهاري بتصديدة. يا سلام، الله 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 على الحمراء والبيضاء، والله على الأهداف التي تأتي بهذه الصورة. باسكال يا باسكال، بطريقة الفنانين الكبار، بطريقة اللاعبين الكبار، تصنع الرابع وتعيد إلى الأذهان ملحمة مراكش. مباراة مراكش 4-0، هنا الموعد يتكرر، السيناريو يتكرر، ربع في ديربي مغاربي بين المولودية والوداد. ما هذا الإبداع، ما هذا الجمال، ما هذا الدلال، بكرة ولا أروع في شباك الحارس، في شباك الحارس سفيان عز الدين بطريقة لن ينسى عشاق الحمراء والبيضاء. هدف كما يشير هذا الطفل هنا لمتعة العين، إبداع باسكال.